الهاتف ينضم الينا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربيه في الاهرام. استاذ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اي القضايا تبدو اكثر الحاحا لتنسيق الجهود المصريه الاردنيه بشانها؟ اعتقد ان كافه القضايا التي تفضلت بذكرها بدقه في حديثك هي اهم للغايه، سواء كانت العلاقات الثنائيه الوطيده التي تجمع بين البلدين على المستوى السياسي والتاريخي والشعبي والاقتصادي، أو القضايا المشتركة مثل القضية الفلسطينية ومحاولات الضم الإسرائيلية الغير منتمية للقوانين الدولية، أو قضايا الإقليمية التي تمثل تحديات عربية وحتى منها المتعلقة بمصر وعلى رأسها الأمن المائي المصري الذي اعتبر أنه أمنا قوميا للعرب أيضا بحديث الجانب الأردني. العديد من اللقاءات تمت قبل ذلك، ولكن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة للغاية، خاصة مع تفجر الأوضاع في الجارة الليبية عقب الغزو التركي واشتعال الموقف وسيطرة الميليشيات العسكرية المنتمية لأيديولوجيات متطرفة وجامعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وتنظيم داعش في الغرب الليبي وتحصن حكومة الوفاق بها. كل هذه الأمور تمت مناقشتها بدقة. الأمر الآن على الساحة العربية يكتنفه العديد من المخاطر، ولعل التغول التركي ومحاولات الاحتلال والاعتداء على الدول العربية مثل سوريا والعراق وأخيرا ليبيا في مسرحية هزلية استغلالا لانشغال العالم في مكافحة فيروس كورونا وضعف المؤسسات الدولية والانكفاء الداخلي على المشاكل الداخلية والتراجع الاقتصادي الذي حدث عقب جائحة كورونا، أعتقد أن كل هذا مع استمرار التمويل لبعض الدويلات المارقة في منطقة الخليج للأعمال الإرهابية التي تقوم بها بالوكالة تركيا وتستغل في ذلك انشغال المجتمع الدولي، أعتقد أن اللقاء هام للغاية، ولكنه يشير بشكل كبير وواضح إلى اهتمام أولا الأردن بموضوع مكافحة الإرهاب بشكل كبير ومكافحة التطرف، ولعل التطورات الأخيرة على الساحة الأردنية والحكم القضائي ضد جماعة أو تنظيم الإخوان الإرهابي هو أعتقد أنه مسار فارق في المسيرة السياسية في الأردن. أستاذ محمد، مصر لها مصر لها انشغالات بقضايا عدة، ربما حتى بعض هذه القضايا قضايا متزامنة يتعين عليها أن تنخرط فيها لإيجاد حلول وتسويات لها. أي القضايا هذه قد تكون بالنسبة للمملكة الأردنية تتشارك مع مصر ذات الأولوية مثلا بالنسبة لها؟ أعتقد كل القضايا، ولكن إذا اقتربنا قليلا من الأحداث الأقرب فالأقرب، فأعتقد أن القضية الليبية هي الأهم في هذا النطاق، ثم التنسيق فيما يخص المواقف السياسية والدعم الأردني لمصر في قضية سد النهضة ومحاولة إثيوبيا الاستيلاء على مياه النيل و خداع المجتمع الدولي واستغلال الصبر المصري وكلمات الشرف والحرص على التنمية لكافة الأشقاء في حوض النيل، ولكن هناك تغيرات وأسباب غير مفهومة ومشاكل سياسية وعرقية في إثيوبيا تدفع بهذا الاتجاه. أعتقد أن القضية الليبية كانت المحور الهام بالنظر إلى محاولات تركيا توسيع نفوذ الاعتداء على سلطات الدول في هذه النقطة. أستاذ محمد، كان لافت للغاية أن يشير الوزير الأردني السيد أيمن الصفدي في الأزمة الليبية عن تزكية بلاده المملكة الأردنية للحل السياسي، وعلى رأسه إعلان القاهرة ومسار برلين. إذا كان إعلان القاهرة يحظى بهذا القدر من التوافق الذي قد يرقى إلى ما يشبه الإجماع تقريبا، من الذي يحول دون الوصول إلى صيغ سياسية تتكامل انتهاء بإعلان القاهرة؟ الدول التي ترغب في عدم الاستقرار والتي تقوم بأدوار قذرة والتي تقوم بإثارة القلاقل وعدم الاستقرار في المنطقة بالطبع تصدرها تركيا، وفي ظل انشغال المجتمع الدولي والخلافات في حلف الناتو والمشاكل في الولايات المتحدة بسبب كورونا والانتخابات والانشغال العالمي، كل هذا يرشح بقوة الأوهام التي يقودها ويسوقها أردوغان ونظامه، والذي يعاني كثيرا داخليا
من الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية، وفي الخارج أيضا من تآكل الإمبراطورية الوهمية التي حاول أن يفرضها في سوريا، والاعتداء الذي يرغب أن يكون له منفذ قدم في العراق أيضا، ووجد ضالته في الخارج عن الشرعية في غرب ليبيا، وتحصن بالميليشيات الإرهابية، وجدها فرصة لإنقاذ الإرهابيين الذي يدعمهم في إدلب وينقلهم جهارا نهارا استغلالا لعضوته في الناتو إلى السواحل شمال إفريقيا وليبيا، وتكوين تكتل هناك لهذه الجماعات الإرهابية. أعتقد أن تركيا هي اللاعب الرئيسي الآن الذي يقوم بهدم الاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب بتمويلات قطرية وبدوافع أخرى، وتستهدف الخروج من المأزق الداخلي ومحاولة تصدير المشكلة إلى الخارج والظهور بمظهر البطولة في العديد من سواء التصرفات السياسية أو القمع الداخلي للمعارضين والكذب وتغيير البيانات الاقتصادية التي يقوم بها، ومحاولة البحث بأي شكل عن تمويل من يمول هذه العمليات القذرة بعدما تحول الجيش التركي من جيش نظامي إلى جيش مرتزق يتحرك وفق الأموال التي يتم الاستيلاء من ثرواتها. تحول حديث حضرتك بحكم الضرورة إلى حديث عن الواقع التركي. على أي حال كان هناك أفاق واسعة وربما تمتد حتى ساعات الليل المقبلة بإذن الله الحديث حول هذه القضايا، لكن أشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية في الأهرام.